الهدف تاعو هذا هو تخزين الحبوب، يعني 100,000 قنطار يعني مخزنين في زوج. لماذا؟ لان منطقه بني ولبان ومنطقه سيدي مزغيش ومنطقه مزجتيش وكذلك البلديات المجاوره يعني منطقه تاع حبوب، يعني انتاج الحبوب بكثره. اخترنا هذه الاماكن حتى يعني الفلاح ما يجيش لهنا سيدي بالحروش ولا سكيده باش يسلم الغله نتاعو، عندهم هذا المراكز هذو الحمد لله. نحن نعمل بوتيره جد عاليه من اجل تسليم المشروع في الاجل المحدده. نسبة المشروع في المركز الأول 60%، نسبة المشروع في المركز الثاني 30%.